ان شاء الله نهائي كاس العالم للانديه هيكون نهائي عربي خالص، الاهلي المصري والهلال السعودي. نرجع بقى لتاني الاخبار، الاهلي وللكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اللي اكد على جديه استعدادات الفريق بكل صفوفه على المواجهه مع النادي الملكي، وان الكل جاهز وعنده حماس كبير للمواجهه دي مع كامل الاحترام والامكانيات واسم ريال مدريد طبعا الاسباني. قال كمان انه اجتماعه باللاعبين اتكلم معاهم وقال لهم ان جماهير الاهلي في كل مكان واقفه في ظهرهم وكعادتهم مستنيين منهم الانجازات، وان اللي قدموه لحد النهارده في البطوله زود من طموحات الجماهير وثقتهم في انهم قادرين على اللعب بافضل ما عندهم عشان يوصلوا للنهائي، وانهم لازم يلعبوا بشخصيه الاهلي طبعا ويكونوا هاديين ويركزوا كويس جدا ويلعبوا بروح الفانيلا الحمراء لمده 90 دقيقه. حقيقه كلام عظيم جدا ومهم من الكابتن سيد، وقال للعيبه اللي كل حد فينا تقريبا عايز يقوله لهم، ويا رب خير يا رب الحياه تحيا.